نتكلم بحضراتكم يا جماعه، نتكلم بحضراتكم النهارده بسرعه عن اللين سيك سيجما، اللي ان شاء الله هندي فيه تريننج قريب في سيك، ناخد فكره ايه اللي ممكن اكسبه في الطبق اللين سيك سيجما الاول قبل ما ندخل في المنهجيه نفسها. اللين سيك سيجما بتساعدك في حل مشكله معينه عندك بطريقه فعاله جدا. خلينا ناخد مثال، مثلا ان انا عايز اقدم المشاريع بتاعتي هاي كواليتي، فعندي مشكله ان الكواليتي متدنيه شويه في المشاريع. لو طبقت اللين سيكس سيجما، لو فرض ان انا عندي 50 مشروع في السنه، على مدار يمكن 500 سنه مشروع واحد بس والكواليتي بتاعته هتكون مش كويس. دي الناس بتاعت السيكس سيجما اللي هي 3.4 ديفكت بير مليون. فانا عندي 250 الف مشروع، مشروع واحد بس فيهم هو اللي هتكون مش مظبوط، بقيه المشاريع هتكون كويسه جدا. لو عندي 5000 ترابل تيكت، لو انا بعمل هيلب ديسك وبيجي لي كل سنه 5000 ترابل تيكت، على مدار 50 سنه ترابل تيكت واحده بس هي اللي ممكن تعدي الاس ال اي، ده لو بطبق اللين سيكس سيجما. طب ايه هو اللين سيكس سيجما؟ اللين بيركز على ان احنا نحذف مصادر الويست، ويست اليمينيشن. لو في عندي اكسترا بروسيسنج لا ما بعملوش، لو في عندي اي حاجه بتستهلك الريسورسز بدون اي داعي بتجنبها وبلغيها من البروسيس بتاعتي، بستخدم تكنيك زي الفاليو اناليسيس او غيره. سيكس سيجما بياخد ابروتش مكمل للين، اللي هو 5 مراحل بنسميها الدي ام اي. مرحله الدي ديفاين بركز كويس قوي ايه هي المشكله اللي عندي وازاي اعرف المشكله. المرحله اللي بعديها الميجر، بشوف ايه اسباب المشكله واقيس علاقه الاسباب ديت بالمشكله عشان احط ايدي على الاسباب المؤثره، وبكمل ده في مرحله الانالايز اللي بتدرس الاسباب وبطريقه احصائيه تقول لي والله السبب ده مؤثر اكتر ده مؤثر اقل، واوجه الريسورس بتاعتي ناحيه الاسباب اللي متاثره اكتر. بعد كده عرفت الاسباب وتاكدت منها بطريقه احصائيه وتاكدت من الاسباب المؤثره وبعض الاسباب الغير مؤثره، بعمل امبروف، باخد اكشن عشان اعالج الاسباب ديت، وبعد كده بعمل كنترول عشان اطمن دايما ان مفيش مشاكل بتحصل تاني، ولو حصلت اي حاجه بكشفها بدري واصلح مشاكلي على طول واوصل للكواليتي ليفل او لمعدل الاخطاء اللي يكاد يكون صفر اللي قلنا عليه 3.4 ديفكت بير مليون. لمزيد من التفاصيل نستنى ان حضراتكم تشرفونا في التريننج ان شاء الله.